الخطط الجوية الجزائرية قامت بإنشاء خلية أزمة. خلية أزمة هذه راهي تساير في الوضع اليوم الثاني على التوالي. بالنسبة لليوم الأول كان فيه هناك إلغاء رحلات بنسبة 40% من برنامج الرحلات اليومي. اليوم أيضا ترقب فيه إلغاء رحلات بنفس النسبة. من جهتنا ندد أيضا بشيء ألا هو ما هوش معقول يكون المسافرين رهائن. الإشعار كان يسمح لنا أن نتواصل مع الزبائن نقول لهم ما تنقلوش اليوم الفلاني، وإحنا كنا نعملوا حيز أدنى خدمة. كل هذا ما كانش لأنه الإضراب كان فجائي. والله رحلات مست أكثر دول أوروبية، كانت البارح كانت نعطيك الرقم ألا هو أكثر من 13 رحلة. ايضا الخطوط الداخليه تقاست بنسبه كبيره، والابواب الحوار مفتوحه على المدى العام. احنا نطلب من الناس التعقل وتكون مصلحه الشركه اولى من المصلحه الفرديه. احنا اهم المطالب تاعنا هي مطالب يعني ظروف العمل، تحسين ظروف العمل. يعني كي نقول تحسين ظروف العمل فيها عده امور، منها البرمجه ومنها الاوضاع التي نعمل فيها في الداخل، الاوضاع في الطيران، حتى في النقل. يعني في النقل في اوضاع كثيره نندد بها. لم تكن مطالب ماديه حتى لا نغلط الراي العام، ما فيش مطالب ماديه. هو صحيح أن اتفاقيات منذ 2017 لم تقرر، نحن نطلب باحترام هذه الاتفاقيات. والمطالب اليوم هي استرجاع كل العمال الموقوفين، ويعني دخول في حوار جاد يعني هذه المرة بإعطاء تواريخ وتحديد كل ما هو واجب، حتى يعني تعود الحالة إلى سيرتها.